أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير. هناخد وهنبدأ الفصل الدراسي الأول إن شاء الله تعالى. هناخد مقارنة بين الكميات العددية والكميات المتجهة، وإزاي نمثل الكميات المتجهة رياضيا وبيانيا. هنبدأ بإذن الله المقارنة بين الكميات العددية والكميات المتجهة. أولا، الكميات العددية بنسميها بالكميات القياسية. بعد كده عندنا الكميات المتجهة. هنعرف الكميات العددية بأنها زي ما خدنا في الصف العاشر، هي الكميات التي يلزم لمعرفتها المقدار فقط. عشان أحددها يكفيني المقدار فقط، والمقصود بالمقدار اللي هو العدد ووحدة القياس. لذلك ممكن نقول تعريف آخر، هي الكميات التي يكفي لتحديدها عدد يحدد مقدارها، ووحدة فيزيائية تميز هذا المقدار. فالعدد ووحدة القياس هو نفسه المقدار. مثال على الكميات العددية، الكتلة. لو سألتك كتلتك كام، هترد مثلا 50 كيلو جرام، عدد ووحدة قياس. المسافة، مسافة بين بيتك ومدرستك، تقول لي مثلا وليكن 1 كيلو متر، عدد ووحدة قياس. الزمن، الزمن اللي بتاخده مثلا من البيت للمدرسة، هتقول لي وليكن 30 منت، عدد ووحدة قياس. السرعة العددية، لما أسألك عداد السرعة بتاع السيارة بتاعتك وانت ماشي، هتقول لي مثلا 90 كيلومتر كل ساعة، عدد ووحدة قياس. أما الكميات المتجهة، هي الكميات التي يلزم لمعرفتها المقدار والاتجاه. وزي ما قلت لك المقدار هو عدد ووحدة قياس، ونضيف لها كمان الاتجاه. لذلك ممكن نعرفها بصيغة أخرى، كميات تحتاج في تحديدها إلى الاتجاه بالإضافة إلى العدد الذي يحدد مقدارها ووحدة القياس التي تميزها. أمثلة على الكميات المتجهة، الإزاحة. لما أجي أقول لك اعمل إزاحة، هتقول لي مقدارها كام وفي أي اتجاه. السرعة المتجهة، لما أجي أقول لك اتصل بك أنت فين، هتقول لي أنا ماشي بالسيارة بسرعة مثلا وليكن 90 كيلو متر كل ساعة باتجاه الجهراء، باتجاه السلمية، يبقى أنت بتحدد الاتجاه. القوة، لما بتشد جسم أو تسحب جسم، أنت بتسحب بمقدار وفي اتجاه محدد. الكميات العددية تتبع ما يسمى بالجبر الحسابي. يعني الجبر الحسابي يعني نقدر نجمع الكميات العددية أو نطرحها إذا كانت متجانسة الوحدات أو لها نفس الوحدات. فأنا أقدر أجمع مثلا 5 كيلو جرام زائد 3 كيلو جرام، هيكون 8 كيلو جرام، بس ما أقدرش أقول 5 متر زائد 3 ثانية، لأن دي كمية فيزيائية ودي كمية فيزيائية، دي لها وحدة ودي لها وحدة، دي لها معادلة أبعاد ولها معادلة أبعاد مختلفة. فإحنا هنا نقدر نجمع أو نطرح الكميات العددية إذا كانت متجانسة الوحدات. فمثلا لو جمعت 50 كيلو جرام زائد 100 كيلو جرام، مثلا دي كتلة شخص ودي كتلة دراجة، لما نجمعهم مع بعض يدينا كام؟ 150 كيلو جرام. فهنا تجمع وتطرح إذا كانت اللي هي الكميات العددية إذا كانت متجانسة الوحدات أو نفس الوحدات. الكميات المتجهة عاد تخضع إلى ما يسمى بجبر المتجهات، ودي هناخدها بشيء من التفصيل فيما بعد. هناخد التمثيل البياني للكميات المتجهة أو التمثيل البياني للمتجه. بنمثل الكميات المتجهة بيانيا كما بالشكل بسهم أو شعاع. هذا السهم أو الشعاع يظهر مقدار الكمية الممثلة واتجاهها، ويسمى السهم أو الشعاع بمين؟ بالمتجه. لذلك هعرف المتجه هو سهم أو شعاع زي ما احنا شايفينه يظهر مقدار واتجاه الكمية المتجهة. ازاي اكتب الكمية المتجهة؟ بنكتبها بثلاث طرق. اما تكتب بحرف يوضع فوق سهم، نكتب الحرف ونحط فوق سهم، زي السرعة المتجهة نكتبها ازاي؟ V فوق سهم. العجلة
E small فقياسة القوة، رمزة F فقياسة سهم لأن متجه القوة، متجه السرعة، متجه العجل، أو من نقطة بداية إلى نقطة نهاية زي الإزاحة، من نقطة A لنقطة B فقياسة، أو بنستخدم أحرف تكتب ببنط عريض، يعني السرعة هنا بدل V small نخليها V capital فقياسة ببنط عريض، أو A capital B capital بنط عريض. أشهر طريقة اللي هي الطريقة الأولى. يحدد مقدار المتجه، بنحدده ياه بعدد ووحدة قياس. طب واتجاه المتجه بنحدد ازاي؟ يحدد اتجاه المتجه بالزاوية التي يصنعها مع محور اسناد. هنا الزاوية دي اللي بيصنعها مع محور اسناد اللي هو الاتجاه الموجب لمحور السينات اللي احنا بنسميه في الاتجاهات اللي هو اتجاه الشرق. يحدد اتجاه المتجه بالزاوية التي يصنعها مع محور سناد اللي هو المحور ده، محور اكس اللي هو الموجب او اللي هو اتجاه الشرق. ولذلك قياس الزاوية يبدأ من الاتجاه الموجب لمحور السينات او من الشرق. انا عندي الاتجاهات الاساسية الشرق، الشمال، الغرب، الجنوب، دائما ببدأ من قياس الزاوية من الشرق. عندنا الشرق، الشمال، الغرب، الجنوب. وانا هنا عاد عاوز ارسم متجه بيانيا زي ما قلت لك، هيكون له طول وله اتجاه. طبعا لو كان قال لنا ناحية الشرق، المتجه ناحية الشرق يعني الزاوية صفر، شمالا 90، غربا 180، جنوبا 270. طب لو اداني زاوية مثلا قال 40، هرسم المتجه هشوف طوله كام، ارسم بطوله، طوله بمقياس رسم زي ما هناخد بيانيا، وهنبدأ نقيس. مثلا نبدأ نعين الزاوية من الشرق 0 10 20 30 40 واروح راسم المتجه هنا كده. يبقى احنا هنا ده طوله وللاتجاه اللي هي الزاوية 40 مثلا مع الشرق. ده التمثيل البياني. طب التمثيل الرياضي للمتجه سهل جدا وبسيط. لو خدت مثلا عاوز امثل السرعه رياضيا، بفتح قوسين عندي خانتين، الخانه الاولى هنكتب مقدار السرعه مثلا، والخانه الثانيه هنكتب الزاويه او الاتجاه. فاحنا هنا هيبقى عندي الفي ده تمثل مقدار السرعه، وسيتا اللي هي اتجاه متجه السرعة. زي ما قلت لك لو كانت مباشرة زي شرقا يعني صفر، شمالا 90، غربا 180، جنوبا 270، سهلة تكتبه مباشرة. أما عاد لو كانت زاوية مثلا بين الشرق والشمال، دائما ناخد نقيس الزاوية مع الشرق أو مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. ناخد بعض الأمثلة. ورد في نشرة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح المتوقعة لانهار امتحان الفيزياء قد تصل إلى 40 كيلو متر لكل ساعة باتجاه الجنوب، وعليه يمكن تمثيل هذه السرعة رياضيا كما يلي. رياضيا العملية سهلة، مقدار وزاوية. عندنا المقدار موجود كام؟ 40 كيلو متر كل ساعة، كلهم أربعينات، يعني أي كل واحدة ممكن تكون صح. طب نتأكد عاد من الاتجاه، احنا قال لنا جنوبا، جنوبا يعني الزاوية كام؟ 270 درجة. يبقى احنا هنختار الاختيار ده، 40 كيلو متر كل ساعة والزاوية 270 درجة. لو صفر يعني كان نقول باتجاه الشرق، 90 كانت هتكون باتجاه الشمال، 180 باتجاه الغرب. ناخد سؤال آخر. المتجه إيه المبين بالشكل المجاور مقداره 3 يونتس، فإنه يعبر عن المتجه رياضيا. هنا عاطيني رسم وقايل لي عاوز رياضيا. المقدار كام عندي قدامي في المسألة؟ 3. فأنا عندي هنا 3 3 3 ودي 30، يبقى دي نلغي الاختيار الأخير ده، مينفعش. طيب احنا عرفنا المقدار 3. طب والاتجاه؟ هنا عاطينا الزاوية 60، هل ناخدها؟ تنفع؟ ده الستين هنا مع الشرق ولا مع الشمال؟ الستين هنا مع الشمال. دائما أنا بقيس الزاوية مع الشرق. طيب الزاوية بين الشرق والشمال كله على بعض كام درجة؟ 90 درجة.
فهنا لو اداني الزاوية مع الشمال أقول 90 ناقص الزاوية دي، 90 ناقص 60 هتطلع الزاوية اللي تحت اللي مع الشرق 30 درجة. يبقى احنا هنا هناخد المقدار 3 والاتجاه الزاوية 30 درجة. قوة تؤثر على صندوق خشب بمقدارها 5 نيوتن تدفعه إلى الغرب. مثل هذه القوة رياضيا وبيانيا. رياضيا سهلة، متجه القوة F متجه، مقدار القوة كام؟ 5 نيوتن. تدفعه إلى الغرب، الغرب يعني الزاوية كام؟ 180 درجة. إذن التمثيل الرياضي للقوة هنقول 5 نيوتن و 180 درجة. ورد في نشرة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح الشمالية المتوقعة لنهار غد قد تصل إلى 60 كيلو متر كل ساعة. مثل هذه السرعة رياضيا وبيانيا. أولا رياضيا متجه السرعة V متجه بيساوي مقدار السرعة كان موجود في المسألة 60 كيلو متر كل ساعة. طب وهنا شمالا يعني الزاوية كام؟ 90 درجة. إذا كانت إزاحة الجسم من نقطة A إلى نقطة B 20 كيلو متر كل ساعة باتجاه 30 درجة إلى الشمال الشرقي. مثل هذه الإزاحة رياضيا وبيانيا. أولا عاوزين نعرف الإزاحة. إيه هو تعريف الإزاحة؟ هي المسافة في خط مستقيم باتجاه محدد، تخدناها السنة اللي فاتت. أو هي المسافة الأقصر، أقصر مسافة بين نقطة بداية الحركة ونقطة نهايتها، وباتجاه من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. ده تعريف الإزاحة. طيب لو خدنا تمثيل الإزاحة رياضيا، دي متجه، مقدار الإزاحة كام هنا؟ 20 كيلو متر. طب والاتجاه؟ قال لي هنا 30 إلى الشمال الشرقي، قال لي اتجاهيا. فهنا دائما أبص على الكلمة الثانية، قال لي 30 إلى الشمال الشرقي، يعني 30 مع الشرق، يعني جاهزة ولا عاوزة حاجة تاني؟ جاهزة، يعني كأنها 30 مع الشرق. وإحنا دائما بنقيس مع الشرق أو مع الاتجاه الموجب لمحور السنان. يبقى مقدار الإزاحة 20 كيلو متر والزاوية 30. إذا كانت إزاحة الجسم من نقطة A إلى نقطة B مقدارها 50 كيلو متر باتجاه 30 إلى شرق الشمال، ركز شرق الشمال. مثل هذه الإزاحة رياضيا وبيانيا. أولا التمثيل الرياضي دي متجه يساوي المقدار سهل 50 كيلو متر. طب نشوف الزاوية 30 إلى شرق الشمال، ودايما قلت لك خد الكلمة الثانية، يعني هنا 30 مع الشمال. طب يبقى مع الشرق كام؟ ما احنا قلنا من الشرق للشمال 90 درجة، زاوية قائمة. هنا مديك 30 مع الشمال، فهقول 90 ناقص 30، يبقى هتطلع كام؟ تطلع 60 مع الشرق. يعني هنا مقدار الإزاحة 50 كيلو متر والزاوية 60 مع الشرق، أما اللي هي 30 مع الشمال، فهنا نطرح نقول 90 ناقص 30 تطلع 60 درجة. نركز في هذه المسألة.